إذن مستمعنا اليوم في دوازتين اقترح لكم فقاس برد بالشوكولات من عند المستمعة سامية. غادي نحتاجوا في المقادير باش نوجدوا هذا الفقاس اللي هو سهل في المقادير ديالو، ربعة ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. غادي نحتاجوا جوج باكيات ديال البسكوي بالنكهات ديال الكوك يكون مطحون، وإلا ما كانش البسكوي بالنكهات الكوك ممكن أننا ناخدو غير البسكوي العادي مطحون، ومن الأفضل أننا نستعملو هاد البسكوي اللي تيكون فيه النكهة ديال الكوك اللي تتكون فيه الصورة ديالو، يعني فاكهة الكوكو. فغادي ناخدو منه جوج باكيات وغادي نطحنوهم ديال هاد البسكوي. غادي نحتاجو علبة صغيرة ديال الشوكولاتة غبرة داك الحلو، قبيصة ديال القرفة، وعلبة ديال الحليب مركز محلى كراميل، إما كنطيبوه في الكوكوط حتى كيولي كراميل أو كناخدوه جاهز. هادو هما المقادير، وغادي نحتاجو التزيين شوية ديال الشوكولات بيض والشوكولات الأسود وكويختات ديال الحلوة اللي تيكونوا طوال قد الفقاس، يعني ما تيكونوش دائريين، ناخدو دوك الطوال. وغادي نعاود بالنسبة للمقادير اللي هما سهلين، وممكن على أنكم تجربوا هاد الاقتراح ديال الفقاس بارد بالشوكولات بالكمية ديال ربعة ديال الكاوكاو، ومن بعد ممكن على أنكم تزيدوا في الكمية نص كيلو ديال الكاوكاو محمر، وتزيدوا كذلك في الكمية ديال البسكوي وديال الشوكولات بودرة والحليب مركز كراميل باش يتجمع لنا هذا العجين ديال الفقاس. إذا قلنا في المقادير ربعة ديال الكاوكاو محمر ومهرمش، جوج الباكيات ديال البسكوي بالنكهة ديال الكوك يكون مطحون، وإلا ما كانش عندنا البسكوي بالنكهة ديال الكوك نطحنو غير البسكوي العادي جوج باكيات منه، كنطحنوه مزيان حتى كيتنيل. وغادي نحتاجو تقريبا واحد علبة صغيرة ديال الشوكولات بودرة، يعني داك الشوكولات الحلو، وممكن على اننا نقسم الكميه نمشيو حتى نص علبه ديال الشوكولات، يعني الحلاوه على حسب الذوق. غادي نسمو بقبيصه ديال القرفه، وغادي ناخذوا علبه ديال الحليب مركز كراميل اللي كيف قلنا اما ناخذوه جاهز دابا كيتباع جاهز، اما نطيبوه في الكوكوط. هادو هما المقادير. وبالنسبه للطريقه فهي سهله، كناخذوا واحد الاناء غارق كنديروا فيه ربعه ديال الكاوكاو اللي حمرنا في الفران وكنقشروه من القشور ديالو تنهرمشوه، يعني كنطحنوه مهرمش. كناخذوا هذيك ربعه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش، كنضيفوا ليها جوج باكيات ديال البسكوي بالنكهه ديال الكوك مطحونين مزيان، كنضيفوا علبه صغيره ديال الشوكولات الحلو، الشوكولات يعني بودره ديال الشوكولات الحلو، اولا نص علبه ديال الشوكولات الحلو على حسب الرغبه ديال الحلاوه، كنضيفوا قبيصه ديال القرفه، كنخلطوا هاد المقادير كامله. ومن بعد فاحنا كنبداو نجمعوا بهذاك العلبه ديال الحليب مركز كراميل، كنبقاو نضيفوه شويه بشويه وحنا كنخلطوا شويه بشويه حتى كيتجمع لينا هاد العجين ديال الكاوكاو والبسكوي مطحون والشوكولات بودره والقرفه، كيتجمعوا مع هذاك الحليب مركز كراميل، وكان يعني كيتولي عجينه اللي هي مجموعه وسهل اننا نشكلوا منها الشكل اللي بغينا. فبالنسبه للطريقه كناخذوا هاد العجين ديال هاد الحلوه ديال هاد الفقاس، وكنحاولوا اننا نلفوها في البلاستيك الغذائي باش كتاخذ شكل طويل، يعني كنديروها حريبلات، كناخذوا هذا العجين وكنبداو نقسموه وكنديروه هكا، كنبداو نبرموه هكا على شكل حريبلات وكنديروهم في البلاستيك الغذائي باش كندخلوهم المجمد حتى كيخبطوا راسهم مزيان وكياخذوا داك الشكل الطولي. ومباشره تقريبا ملي كنجمدوهم تقريبا واحد ساعه ساعه ونص كنخرجوهم وكنقطعوهم بشكل مائل بحال شكل ديال الفقاس، وكيبقى يعني الرغبه على حسب الرغبه، ممكن انكم تخليهم هكذا، هذا هو التزيين الاخير ديالهم. كيف ممكن على انكم ديروا ذوبوا شويه ديال الشوكولات ابيض وذوبوا شويه ديال الشوكولات اسود وديروهم هكا، تبداو تزينوا بهم على شكل خطوط عشوائيه من الفوق، فكيجي داك الشوكولات البيض من الفوق والشوكولات الاسود. ممكن ديروهم في كويختات ديال الحلوه اللي كيكونوا طوال اللي كنحطوا فيهم، ممكن نحطوا فيهم التمر كيكونوا طوال، فكيمشيو مع هذا الاقتراح. وبالصحه والراحه، ونتمنى انكم تجربوا فقاس بارد بالشوكولات.